السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي صفحة إيدوكا 24 في هذا اللقاء التفاعلي المباشر من سلسلة لقاءاتنا التكوينية. أتحدث سوف نفرد هذا اللقاء المباشر هذا اليوم لأكاديمية تشتغل بنشاط وجد كبيرين في صمت أثناء فترات ربما العطل بكل تفان وإخلاص ونكران ذات. كيف تعرفت شخصيا على هذه الأكاديمية؟ من خلال تلقي دعوة لحضور بشكل شخصي اختتام فعاليات المخيم التدريبي الأول من نوعه بالمغرب الذي نظم تحت شعار من طرف الأكاديمية المغربية للتأطير والتعليم الرقمي. نظم هذا المخيم التدريبي الأول تحت شعار من أجل تقوية المهارات التواصلية والرقمية لمدرس القرن الحادي والعشرين. استفاد من هذا المخيم حوالي 80 أستاذا وأستاذة من مختلف مناطق المملكة المغربية، استطاعوا أن يطوروا مهاراتهم الرقمية والتواصلية وينتجوا موارد رقمية بجودة عالية ستعود بالتأكيد بالنفع على المتعلمين والمتعلمات في المغرب. المخيم كان يهدف إلى تصميم وإنتاج موارد رقمية كما قلت بجودة عالية، تقاسم تجارب وخبرات في مجال التربية والتعليم. وهنا الدعوة كما قلت وجهت لي وإلى زميلي سي حسن في صفحة إيدوكا 24، وبحكم القرب الجغرافي تجاوزت بشكل شخصي حضور الحفل الختامي ومست حقيقة تجارب كبيرة وأساتذة من مختلف الجهات ديال المملكة المغربية اللي أشرفوا بكل نكران ذات وبكل عطاء على تقاسم تجاربهم. كانوا ناس اللي هما كما كنقولوا كبار في السن اجي، ولكن كانوا كلهم حيويه ونشاط وعطاوا الكثير من اجل يعني انجاح المخيم. ايضا من بين الاهداف كان تقويه المهارات التواصليه والرقميه لدى مدرسي القرن الحادي والعشرين، تشبيك العلاقات بين الأساتذة من مختلف مناطق المغرب، شيء كما قلت لمسته بشكل مباشر بشكل شخصي في مدينة أصيلة أثناء حضوري الختامي، كذلك الانفتاح على تجارب لأطر تربوية وإدارية متخصصة وطنية ودولية. وهنا أشير إلى أن الحفل شهد حضور أسماء وازنة سواء الشيطة ديالها إلى آخره. يسعدني أن أستضيف الأستاذة مريم المالح اللي هي رئيسة الأكاديمية المغربية للتأطير والتعليم الرقمي، وهي أيضا قبل كل شيء أستاذة بحالنا بحالها للتعليم الثانوي الإعدادي بالمديرية الإقليمية الفداء درب السلطان بالدار البيضاء. مساء الخير أستاذة مريم، وأهلا وسهلا بك في صفحة إيدوكا 24 في اللقاء المباشر. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذي عبد الله على الدعوة، وشكر موصول لصفحة إيديكا 24 على الاستضافة، وهذه فرصة لكي أتمنى لجميع الأطر الإدارية والتربوية بداية سنة دراسية موفقة مليئة إن شاء الله بالعطاء والإنجاز. بارك الله فيك أستاذة. كما ذكرت قبل قليل توصلت من طرفكم وعن طريق الأستاذة أمل أبو مسلم التي نحييها بالمناسبة ونتمنى لها الشفاء العاجل لأنها تمر بوعكة صحية حسب معلوماتي في هذه الفترة، بدعوة لحضور المخيم التدريبي أو اختتام حفل اختتام المخيم التدريبي اللي نظمته في مدينة أصيلة. شخصيا ما كانوش عندي معلومات وافيه على الجمعيه، على الاكاديميه، وعلى الاهداف ديالها والانشطه ديالها. اذا استاذه مريم، ما هي هذه الجمعيه؟ شنو هي هذه الجمعيه؟ كيفاش كتشتغل الى اخره؟ شنو الاهداف ديالها وشنو عملتوا كانشطه سابقه؟ الى بغينا نعرفوا الاخوان والاخوات اللي هما كيتابعونا الان على صفحه ايدوكا 24 بكم وهذه الجمعيه. طبعا حتى وصلتوا في الاخير لتنظيم مخيم تدريبي
قوي اثناء فتره الصيف، واللي لاقى كما شفت واحد النجاح كبير. تفضل استاذه مريم. شكرا أستاذي. بالنسبة للأكاديمية المغربية للتأطير والتعليم الرقمي لاختصارها آمين، فهي جمعية مغربية مستقلة اللي الهدف ديالها هو المساهمة في الرفع من جودة التأطير والتعليم الرقمي بالمغرب. ولتحقيق هذا الهدف العام للأكاديمية قمنا بتسطير برنامج يضم مجموعة من الأنشطة واللي غادي نذكر منها: الملتقى الأول للتأطير والتعليم الرقمي اللي كان في سنة 2020 واللي كان تحت شعار التعليم الرقمي التجارب والحصيلة. الملتقى الثاني للتأطير والتعليم الرقمي اللي كان تحت شعار من أجل مدرس قيادي رقمي متمكن. الملتقى الثالث للتأطير والتعليم الرقمي اللي كان شهر مارس 2022 واللي كان تحت شعار تفعيل التواصل الفعال في حياتنا. فهذه الملتقيات فهي من تأطير مختلف الضيوف بطبيعة الحال من مختلف الدول العربية ومختلف مجالات التخصص. فنجد مثال لهذه المجالات ديال التخصص، نجد التربية والتعليم، نجد الرقمنة، نجد الإعلام والتواصل إلى آخره. ونأتي أخيرا إلى آخر نشاط نظمته الجمعية، جمعية آمين، وهو المخيم التدريبي الأول للمدرس الرقمي المتمكن. هذا المخيم اللي هو أول مخيم من نوعه في المغرب واللي تنظم تحت شعار كيف ما ذكرتي أستاذي عبد الله في البداية، تنظم تحت شعار من أجل تقوية المهارات التواصلية والرقمية لمدرس القرن 21. كيف ما جاء في التقديم ديالك أستاذي عبد الله، ففعلا هذا المخيم استفدوا منه أزيد من 80 أستاذة وأستاذ من مختلف أنحاء المغرب ومن مختلف أيضا تخصصات والأسلاك التعليمية. فالمخيم كان بمدينة أصيلة لمدة دياله 10 أيام، وتم تنظيمه بشراكة مع مؤسسة منتدى أصيلة ودار الأطفال بمدينة أصيلة، وأيضا بشراكة مع منصة دراسة للمدير ديالها هو المدرب الأستاذ نبيل نبيه. فبطبيعة الحال أن هذه الأنشطة يعني لا ما جاتش غير هكاك، وإنما جاءت استجابة لرغبة الأساتذة في أنهم يطوروا من المهارات ديالهم سواء الرقمية أو التواصلية. علاش غادي يطوروا هاد المهارات؟ لمسايرة التقدم الحاصل في العالم الرقمي. فنذكر لكم بعض الأهداف اللي ركزنا عليها أساساً في هذا المخيم التدريبي الأول للمدرس الرقمي المتمكن. فكاينين مجموعة من الأهداف، أهداف تتعلق بما هو معرفي اجتماعي وتربوي، مثال نجد تشبيك العلاقات والتواصل مع متخصصين وأطر تربوية وإدارية من مختلف الجهات. وكذلك الشيء الأهم في هذا المخيم هو تقاسم الخبرات والتجارب في مجال التربية والتعليم. نجد أيضا أهداف مرتبطة بالجانب المهني والمهاري كرفع الكفاءات التواصلية في مواجهة الجمهور وأيضا الوقوف أمام الكاميرا،
ونجد أيضا امتلاك المهارات الرقمية اللازمة والمساعدة على الرفع من الإنتاجية وما يرتبط أساسا بتصميم المقررات الرقمية الداعمة. وباش نقربكم أكثر من الأجواء اللي عشناها في المخيم، نخليكم مع هاد المقاطع. طبعا برنامج المخيم التدريبي الأول للمدرس الرقمي المتمكن أضاف وسيضيف لي مجموعة من المهارات الرقمية، وهي تتجلى أولا في كيفية التعامل مع يعني بعض البرامج المعلوماتية التي يمكن استخدامها في إنتاج الموارد الرقمية، وكذلك أضاف إلي كيف يمكنني أن أقف أمام الكاميرا وأصور بالمعايير التي تتطلبها الجودة. اكتسبت فيه مجموعة من المهارات، من بينها المهارات الرقمية، وكنقولها ونعود نأكد عليها، المهارات الرقمية، المهارات التواصلية، زائد العلاقات اللي اكتسبناها ما بين الأساتذة بيناتنا، حيت هذا المخيم مجموعة من الأساتذة من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، من جميع أنحاء المغرب. الإضافة الكبيرة هو في الجانب التقني ديال البرامج أو المنهاج اللي كنتكونوا عليه، زدنا طورنا المهارات ديالنا فيه، بالإضافة للتبادل اللي كان ما بين الأساتذة والتقاسم ديال التجارب بين أساتذة من مختلف أنحاء المغرب. طرق ديال تدريس مواد أخرى استفدت منهم باش ندوز واحد المصطلح ربما يكون معقد، كيفاش ندوزو مثلا بأريحية. في مقدمة تشويقية استفدت من أساتذة ديال الابتدائي حضرت ليهم. إضافة لذلك مثلا كثرت معاود الفيديوهات، ولا عادي نقاد الفيديو دابا نمشي للدار نزرب دغيا، خصو يكون غير الكال. ما ضاف ليش حاجة وحدة، وإنما غير الحياة ديالي العملية، غير النظرة ديالي للتعلم والطرق ديال التعلم، غير الأسلوب ديالي في التدريس، وهذه غير البداية، يعني مستقبلا إن شاء الله غتكون أشياء أخرى. الأشياء التي اكتشفناها مع المدرب الدولي سينابيل صراحة يعني أثرنا بشكل جيد، كان تأثيره جيدا. أنا طيلة الأيام اللي كنقضيوها الآن في المخيم التدريبي، إذا كانت يعني صراحة تجربة رائعة جدا، واستفدنا أكثر يعني تواصليا ومهاراتيا، هذا هو الأساس. مخيم أكثر من رائع من جميع النواحي، من ناحية التنظيم، من ناحية البرنامج، من ناحية الجودة ديال الأساتذة الموجودين، وخاصة العلاقات الأخوية اللي كتسود ما بين سواء ما بين الأساتذة ولا ما بين الأساتذة والسفراء والكوتش نبيل. تنعيش هذه الأجواء واحد الجو يعني تعاوني، كتسودوا روح من الإخاء، روح من التعاون والمرح والمسؤولية والإنتاجية في نفس الوقت لإنتاج مواردنا الرقمية. ما كاينش حتى واحد ما كيبخل على الاخر، يعني بمد المساعده للاخر. هناك ايضا الايثار ثم الايثار ثم الايثار، الكل يحاول ان يساعد الاخر، يعني كيفضلوا انهم يساعدوا الاخر، السهر الى ساعات متاخره من الليل. انا سبق لي حضرت العديد ديال المخيمات، الاجواء اللي انا عايشه في المخيم مع الأساتذة ولا مع السفراء ولا عمري في حياتي ما عشتها صراحة، أجواء هي رائعة ورائعة جدا. يعني أول مرة كنجي المخيم التدريبي كانت أجواء ممتعة مفعمة، مجموعة من التقنيات اللي خدينا حسينا براسنا كأننا أسرة واحدة، أجواء حماسية وأجواء ممتعة. رغم أننا في الأول حسينا بالضغط، ولكن أنا كان أمل واحد فكرة أننا إحنا مغاربة ومغاربة كنعيشوا تحت الضغط مزيان. الهدف هو أننا نرفع من الإنتاجية، الهدف هو أننا نقوي المهارات التواصلية، نقوي المهارات ديالنا الرقمية على مستوى إنتاج المقررات الرقمية. أجواء رائعة جدا، فيها دروس وعبر استفدنا منها الكثير، تعبنا فيها ولكن تعب فيه متعة، فرصة لأننا نطوره ونزيد القدام. استفدت بزاف على المستوى الاجتماعي على المستوى المعرفي. تتمر في واحد الجو أخوي
ما بين مجموعة ديال الأساسيد مجموعة ديال المدن، جو تثقيفي تربوي، وتستافدوا من تكوينات ومن مصاحبة تربوية مجموعة من المشرفين التربويين، وكذلك نصائح الأخوة الأساسيد معهم في هذا المخيم الأول. أستاذ نبيل نبيه واحد الإنسان اللي صراحة شحال ما قلت فيه ما غنقدرش نوصفه، واحد الإنسان متواضع أول حاجة، تاني حاجة يعني شنو ما عنده كيعطيه ما كيبخل حتى بتوجيهات ديالو، صراحة داك الحوايج اللي عطانا ما فادوناش غير في الحياة ديالنا العملية، حتى في الحياة الشخصية. أنا ما كنشوفوش كمدرب فقط، فهو كأخ كصديق موجه مؤثر، هو كيرسم لينا الطريق وكيشد بيدينا اننا نمشيو فيه. كنقول له شكرا ليك، شكرا بزاف. ارتسامات اللي كانت عندي عليه ربما زادت، لاننا فعلا تعرفنا على المهارات اللي كيمتلكها هذا الاستاذ وهذا المدرب نبيل نبيه، مهاراته تبارك الله عاليه في التواصل في التفاعل مع الاساتذه، واكيد اننا استفدنا بشكل كبير منه، وكنقولوا ليه شكرا وشكرا بزاف على تواصله وعلى تفاعله. بالنسبه لي انا كنشوفه مدرب من درجه اولى، لانه رغم الاكراهات اللي وجدنا في المخيم التدريبي الحالي الا انه استطاع انه يتجاوز هذه الصعوبات. اكثر من اخ، واحد المواكبه اللي هي شامله من النهار اللي التحقنا بالاكاديميه، وهو مواكبه دائمه، دائما في جنبنا، دائما كيساندنا. صراحة حتى هو ما غنوفيش حقه إلا بقيت كنشكره حياتي كاملة. كنشوفه إنسان متفهم، إنسان يعني خادم، إنسان باغي يعني يعطي التعليم ويطور التعليم في بلادنا المغرب. والحمد لله السي نبيل نبيه الارتسامات اللي غنقول عليه دوك هو غني عن التعريف، والحمد لله أستاذ معطاء وتكرس حياته للتقدم بهذا المجال التعليم في المغرب. من المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا الرجولة في التعامل في الاحتواء في العطاء. ونبيه أنه دقيق في الملاحظات دياله، دقيق في الإرشادات دياله، دقيق في التوجيهات دياله، إذا كل هذا الشيء كيجعل منه أنه حقا وصدقا نبيل ونبيل. نبيل نبيه لا يختصر في كلمة موجزة، نبيل نبيه قيمة مضافة، تسعد جدا أي واحد يتلقى به ويتكون على يده. باختصار شديد نقول له شكرا. يعني أنا عاجزة أنني نقول لك شي حاجة نوصف بها المدرب نبيل نبيه، واسمه صراحة يدل عليه، نبيل نبيه. أستاذ نبيل نبيه، أنا كنت متبعة أستاذ نبيل نبيه منذ البدايات دياله، وكنت ما كنقول نبيل نبيه، له من الاسم شيء الكثير، يعني له من النبل وله من النباهة، ما شاء الله عليه تبارك الله عليه، عارف شنو كيدير، عارف الخطوات اللي كيتبعها دائما كتكون مدروسة، داكشي علاش دائما كيوصل لهدف اللي كيسطر. الذي يعيش هذه الأجواء وهذه التفاصيل الجميلة وهذه الحكاية من حكايات حياتنا، أكيد أنه سيختار أن يكتب حكاية أخرى من داخل هذا المخيم، حكاية تبقى في ذاكرته التاريخية الفردية والجماعية، ويحكيها يوما ما لأبنائه ولأسرته وكذلك لتلامذته. فشخصيا أعلن من الآن أنني سأكون متواجدا في النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات المدرس الرقمي المتمكن. أكيد مستحيل أنني نخلي الفرصة تضيع لي، أكيد إن شاء الله غادي نكون حاضرة. طبيعة الحال مشارك إن شاء الله وحاضرين إن شاء الله في المخيم الرابعي وفي المخيمات التي تليه. أكيد، وإلا كان حتى خريفي وشتوي مرحبا. بإذن الله سأحضر كل ما هو قادم بالنسبة للمخيمات والتدريب وكل شيء إن شاء الله. أكيد ما كاين بدون شك بدون تردد إن شاء الله. بكل تأكيد صراحة هذه التجربة غادي نعودها إن شاء الله، ولما لا نتكرر سنويا.
مع الأستاذ سينابي. نعم طبيعة الحال، لأنه لا زال ينقصني الكثير فيما يخص التقنية الرقمية، لازلنا في المراحل الأولى. إن شاء الله إذا بقيت حي بإذن الله. طبعا إن شاء الله بإذن الله ضروري. أكيد ومؤكد. إن شاء الله إن شاء الله ضروري. إذا لا شك أن هذه الارتسامات اللي قلتها إلا كتدل على أن كل ولو أن السن متقدم، ولكن نتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يزيدكم في العمر إن شاء الله باش أننا نعيش إن شاء الله النجاحات ديال هذه المنصة. إذن هي شهادات حقيقة جد مؤثرة لمجموعة من الأستاذات والأساتذة اللي شاركوا في هذه النسخة الأولى من المخيم الصيفي الذي نظم بمدينة أصيلة، وحقيقة حضوري كذلك بملموس أنها ليست فقط شهادات من أجل تسجيل فيديو أو يعني شهادة من أجل الشهادة، بل بالعكس ما لمسته من جو أخوي صادق ومن أقدر أقول بكاء ومن دموع ومن حزن ديال الفراق، لأن كما قلت كان مجموعة من الأساتذة والأستاذات اليوم من مختلف ربع الوطن، شيء لا يمكن حقيقة وصفه. أعود لك أستاذة مريم المانح لمتابعة باقي فقرات هذا العرض، تفضل أستاذة مريم. يعني أعود لأتقاسم مع الأساتذة ضيوف هذا المخيم التدريبي للمدرس الرقمي المتمكن، فمن بين الضيوف كانوا هناك ضيوف من حضروا عن بعد ومن حضروا يعني بشكل حضوري معنا في المخيم، فمثلا الدكتورة رانيا السوالحي والدكتورة آمنة مناش حضروا معنا للمخيم عن بعد. كذلك أذكر الضيف الدكتور أحمد أوزي كان متواجداً معنا في المخيم، الأستاذ غسان بن شهاب، الأستاذ زهير الخديسي، الأستاذ زكريا إيت عبد المجيد، والأستاذ أشرف المومني، كذلك الأستاذ عبد الرزاق اليوسفي، والأستاذ محمد علي بوغما. هذه يعني الفسيفساء من الضيوف من مختلف تخصصات بطبيعة الحال، كل تخصص ديالو التربية والتعليم، كل تخصص ديالو الرقمنة، كل تخصص ديالو الإعلام والتواصل، فنجد هذا الخليط اللي كيعطينا في الأخير واحد يعني كناخذوا منهم العصارة ديال التجربة ديالهم اللي غادي تفيدنا بطبيعة الحال في المسار المهني ديالنا. نعم أستاذي عبد الله. حاضر أستاذي، إذا غادي نشوفوا الآن فيديو في ارتسامات ديال بعض الأساتذة والأستاذات حول السفراء ولا الحضور اللي كان في هذا المخيم لنتابع. كاين إشكال في الإطار ديال الفيديو وغادي يظهر الآن أستاذة. أحلى سفراء وأحلى سفيرات، ويعني هاد الروح اللي شملت كل واحد فينا وكل واحدة فينا يعني يصعب التعبير عنها ويعجز اللسان عن التعبير عنها، صراحة برافو. بغيت نقول لهم شكرا، واخا كلمة شكر قليلة في حقهم لأنهم تعاملوا معنا كإخوة، داروا يديهم في يدينا، شدوا بيدينا باش أننا نلحقوا عليهم وغنلحقوا عليهم إن شاء الله. صراحة شنو ما قلت ما نقدرش نشكرهم. السفراء زعما وقفوا معنا صراحة في أي لحظة في أي وقت احتاجيناهم كنلقاهم، سواء السفراء ولا السفيرات، يعني شنو ما قلت شكرا شكرا شكرا. السفراء هم الجنود المجندين وراء إنجاح هذا المخيم، صراحة كنشكرهم من هذا المنبر وكل واحد من الموقع دياله، سواء السفراء أو السفيرات، على المجهودات ديالهم
الكيفيه اللي كيشتغلوا بها والكرندات والعطاء اللامشروط. اذا كل هذا الشيء ان يجعلهم بانهم صفوه الصفوه في رجال التعليم. اذا قلت لهم مليار مليون شكرا لا على التعامل ولا على سعه الصبر ديالهم سعه الصدر ديالهم ولا الصبر ديالهم معنا ما غنوفيهم شي حقهم. شكرا بزاف. كنشكرهم بزاف، عارفين ان الثقل ديال المهام، عارفين انهم مشغولين بزاف، وفي نفس الوقت حتى هما مطالبين انهم يرفعوا من الانتاجيه وينتجوا موارد رقميه، فشكرا على المجهودات ديالهم. السفراء قاموا بواحد المجهودات جباره بحيث انهم كانوا كينقصوا من ساعات النوم ديالهم من اجل الوقوف على الاحتياجات ديالنا، وهذا ان كان يدل على شيء فهو يدل على نبل الاخلاق ديالهم ومدى السعه ديال الصدر ديالهم، وكنشكرهم جزيل الشكر. انتم فعلا سفراء، لانكم فعلا كنتم تحملون هذا الاسم، يعني ليس كاسم فقط ولكن حملوه بحمولته. كنشكرهم، كيبان لنا العمل ديالهم، كيبان لنا المجهود اللي كيديروا، لهم جزيل الشكر. لولاهم لما كان المخيم بهذا المستوى اللي هو فيه دابا. بالنسبه للاساتذه والاستاذات اللي ما حضروش معنا المخيم، ربما لكل واحد وكل واحده عذر، انما اقول لهم ان يبادروا للحضور في المخيم الربيعي المقبل ان شاء الله، لان امور كثيره سيستفيدون منها كما استفدنا منها في هذا المخيم. وفي الحقيقه تنتمنى ان كاع كل الاساتذه يكونوا حضروا معنا في هذا المخيم هذا، وفي الحقيقه ضيعوا واحد الكنز كنستمين، ونتمنى انهم يحضروا في مخيمات قادمه ان شاء الله. انا نبغي نوجه لهم رساله، هي انهم الا بغينا نزيدوا القدام ونطوروا المهارات ديالنا، فلا بد اننا ديك تكون عندنا هذيك الروح ديال اننا نخوضوا هذه التجربه ونطوروا من المهارات ديالنا، راه كاين الاستفاده. صراحة الله فرصه لا تعوض. وانا دابا اش قلت لك، ربما ما عرفتش شتي داك القصيد، واحد القصيده زادت لي دابا، انه من دابا كنتسنى انت تجي الدوره اللي هي الدوره هذه ديال الربيع. علاش؟ لانه بغض النظر التكوين راه كتجتمع مع اساتذه اللي تبارك الله واصلين، وكيعطوك شي معلومات اللي غينقصوا عليك بزاف الوقت في التدريس. بزاف الحوايج يعني غادي في السونس انه ياميليوري لهم. فصراحة الله اللي ما استثمرش في هاد لي فورماسيون راه راضية واحد الكنز كبير للاسف. باختصار يعني انا فاتكم الكثير، ان شاء الله لا تضيعوا الفرصه القادمه. فادعوهم جميعا الى ان يلتحقوا بنا في هذا المشروع الرائد، وان ينخرطوا دون تردد في الاستفاده من انشطه هذه المنصة، وأن يتكونوا ويتمهروا حتى يكتسبوا يعني الطرق والمهارات المتعلقة بإنتاج الموارد الرقمية، وأكيد سيجدون مكانا لهم بيننا في هذه الأسرة، أسرة دراسة. إذن أستاذة مريم، شاهدنا مجموعة من الارتسامات ديال الأساتذة والأستاذات اللي شاركوا في هذا المخيم، حتى ارتسامات كلها مشاعر وكلها حنين لدورة ثانية. هذا دليل طبعا على النجاح أولا ديال المخيم، ثانيا على القيمة ديالو وديك الجو الأخوي اللي كان فيه. هو ليس مخيم كباقي المخيمات. وقبل ما نخليك تكمل، كان من المفترض انه نطرح عليك سؤال ديال اللي بغى يشارك في المخيم كذا. مجموعه ديال الرفاق يسالون عن كيفيه المشاركه في هذه المخيمات. تفضل استاذ مريم. فمرحبا استاذي، فكجواب على هذا السؤال كيفيه المشاركه في المخيم، ف ما دمنا أننا نشتغل في إطار شراكة مع منصة دراسة، فهذا المخيم الذي نتشرف بتنظيمه فالمستفيدون منه هم الأستاذات والأساتذة
المسجلون في دبلوم المدرس الرقمي المتمكن. وللإشارة فنيا حصلوا على هذا الدبلوم هذا ديال المدرس الرقمي المتمكن، عاد يمكن لهم المشاركة في المخيم ياك أستاذة؟ هما يشاركوا فيه، نعم نعم، لأن علاش؟ لأن المحاور اللي كنبداوها في الدبلوم ديال المدرس الرقمي المتمكن اللي كتسم الدورات التدريبية ديالو عن بعد، راه بحال قلتي أنها تكملة ديال هاد الدورات كتكون بشكل حضوري في المخيم. إذن فكيف ما قلت للإشارة أن الدبلوم هو عن بعد، للإشارة أن المنصة، منصة دراسة، فاتحة حاليا باب تسجيل بالفوج الرابع. نعم أستاذي، نعم. إذن الآن عبر منصة دراسة تسجيل مفتوح للحصول على دبلوم المدرس الرقمي المتمكن، الذي من خلاله سوف يمكن المشاركة طبعا في مثل هذا المخيم في الدورة الثانية، اللي إن شاء الله كما ذكرت لي قبل قليل أستاذة مريم ستكون في الفترة الربيعية إن شاء الله. إذن مجموعة من الشهادات ومجموعة من التعليقات التي تشهد بنجاح هذا المحطة، هذا المخيم. الأستاذة نعيمة الفلالي تقول كانت أجواء كلها رائعة، كلها تجديد وتكوين ومهارات، أضف إلى ذلك التالي الذي طبع طيلة فترة المخيم أو بالأحرى المعتصم التدريبي. في الحقيقة كانت لحظات الفراق لحظات جد مؤثرة، الله يخلينا على خير وبخير باش نشاركوا جميع ليكون فقرة التقييم، لأن تكوين متدربيه فقط لن يبقى يعني لهم ويمدهم بكل جديد. متمنياتي لكل أستاذ متجدد أو مجدد يريد أن يطور من قدراته أن ينخرط في هذه التدريبية. أستاذة مريم، سؤال أثناء هذا المخيم هذا للفترة ديالو، ما كانتش فترة طويلة بزاف، ماشي ربما أسبوع، 10 أيام، عشرة أيام، شحال تمكنتوا من 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 إعداد، يعني شحال ديال الموارد الرقمية اللي تمكنتوا من إعداد ديالها في هاد العشرة أيام؟ فشخصيا يعني كمشاركة في هذا المخيم التدريبي تمكنت من تصوير 15 مقدمة تشويقية زائد المهام اللي كانت عندنا. يعني كتعرف أن الإدارة ديال المخيم راه صعبة، ولكن زيادة على هاد المهام فراه تمكننا الحمد لله بهذاك الجو اللي كان كله طاقة إيجابية، تمكننا أننا نجو المقدمة على الأقل مقدمات التشويقية. طيب أستاذة، 15 مقدمة أو 15 فيديو إذا بغينا نقوله باش 15 فيديو بشكل عام، بمونتاجها بصوتها بصورتها بتصويرها ربما بعض المؤثرات اللي فيها إلى آخره، ولكن المجموع شحال؟ نعم أستاذي تقطع الصوت، قلت مجموع شحال المجموع ديال الموارد الرقمية ولا ديال الفيديوهات اللي تم الإعداد ديالها؟ أقصى عدد هو 15، أقصى عدد في المخيم حاليا هو 15، لأن إلا تكلمنا على الفترة ديال المخيم، الفترة ديال المخيم اللي كانت فيها 10، لا الفترة ديال المخيم، نعم الفترة، نعم. ديال المخيم، نعم نعم الفترة ديال المخيم. إذا 15 مورد رقمي في 10 إضافة إلى الورشات، إضافة نعم نعم إلى الورشات اللي كانت كتملأ البرنامج. نعم كاين شويه ديك الديكاراج استاذه ديال بحال الاشكال كان اثناء التحضير ديال اللقاء، كاين شويه ديك الديكاراج ولكن ماشي اشكال، احنا عقنا به وعارفين شنو كاين. السؤال الان استاذه،
على الضيوف ديال المخيم، كيفاش تم الانتقاء ديالهم؟ كيفاش تعملتوا جمعتوا هذيك التشكيله اللي وريتونا قبيله؟ فرح على حسب الاهداف اللي سطرنا في المخيم وشفنا التخصصات ديال الضيوف، فتم استدعائهم نظرا لانهم غادي يجاوبوا لنا على واحد المحور اللي سطرناه في البرنامج، واللي غادي يجاوب لنا من خلاله على الهدف اللي حطيناه ضمن اهداف المخيم. جيد. اذا واحد النقطه ايضا نشير لها، الاستاذه مريم المالح اللي هي رئيسه الاكاديميه المغربيه للتعليم والتدريب الرقمي، اسمح لي لخطيت في الاسم، لا اخفيكم سرا انني اثناء الحضور ديالي الحفل الختامي علمت ان يعني من قوه المجهود اللي عملت، المجهود الكبير اللي عملت حتى اغمي عليها. كيفاش وقع لك استاذه مريم؟ بدك ان من اوصل لك هذا هي هي المصادر الصحفيه وهي يعني كيف ما كنعرفوا جميعا ان باش تنظم واحد المخيم او لا غير تشارك في التنظيم ديالو فراه كتكون شي حاجه اللي غير معتادين عليها، ف الجسم ديال مجهود مضاعف فوالا كيكون اكيد كان مجهود مضاعف الحمد لله، ولكن يعني راه ماشي غير بوحدي اللي كنت واقفه، ولكن الحمد لله الفريق كامل كان واقف على قدم وساق والحمد لله. الحمد لله على كل حال. اذا استاذه ايضا مجهودات كما قلت مجهودات مضاعفه ومجهودات كبيره جدا اثناء العطله الصيفيه، و أستاذة مريم المالح والأستاذ نبيل نبيه إضافة إلى ذلك واحد مجموعة ديال الطرق التقنية ديال التصوير ديال التنظيم إلى آخره، كان الأكل والشراب يعني كل شيء يعني أقل الأشياء أو أصغر الأشياء معمول حسابها، واللي ساهم بواحد الشكل كبير في الإنجاح ديال هاد الدورة. طبعا بقات علاقات انسانيه اللي شخصيا عجبني بزاف الحال ملي شفت هذيك العلاقات اللي بقات، وناس جاو من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب الى اخره، كل شيء تجمع في مدينه اصيله، كانوا ناس من العيون من وجده الى مدينه اصيله. عملتوا شراكه مع مؤسسه الحسن الثاني للملتقيات الدوليه بمدينه اصيله اللي هي تحت عهده طبعا المجلس البلدي للمدينه، تحت طبعا السير السي محمد بن عيسى رئيس المجلس البلدي للمدينه. علاش اختيار مدينه اصيله بالضبط لتنظيم الحدث؟ نعم استاذي راه الصوت تقطع. لماذا اختيار مدينة أصيلة لتنظيم هذا المخيم؟ لأن كيف ما ذكرتي أن الشراكات اللي كانت عندنا فراه يعني كيتواجدوا في مدينة أصيلة، مثلا اختيار ديال المكان التخييم اللي كان بشراكة مع دار الأطفال أصيلة، فتم اختيار هذه المدينة. وثانيا اللي لاننا راه كيف ما قلت لك في المخيم راه كاين مجهود ياك، وباش الانسان غادي يدير واحد المجهود وفي الصيف في فصل الصيف يعني الحراره كتكون مرتفعه، يعني كان شويه صعب علينا اننا نختاروا شي منطقه اخرى يا اما داخليه او لا في الجنوب. أصيلة كتمتاز بالجو المعتدل. اي تمام. ورغم ذلك يعني كانت الحراره مرتفعه شيئا ما. صحيح لا هي حراره كانت استثنائيه هذه السنه في جميع المدن المغربيه. استاذه مريم قبل ما نختموا هذا اللقاء الا كان ممكن نعاود نطلب منك، انا عارف انك جاوبتي على السؤال ولكن نعاود نطلب منك لي زيتاب تعطيهم الاساتذه بالترتيب وتوضيح أكثر كيفاش ممكن نشاركوا في هذا المخيم، لأن مجموعة من الأساتذة والأستاذات في التعليقات بغاو يشاركوا، إذا كان ممكن أستاذة
كيفاش ممكن نشاركوا؟ تعطينا بالترتيب ها مين غنبداوها، فين غندخلوها، فين غندخلوا باش نحصلوا على هذاك الدبلوم ديال المدرس الرقمي المتمكن، اللي غادي يمكننا من بعد اننا نشاركوا في هذا في المخيم ان شاء الله، في الدورات ديال المقبله ان شاء الله، ان كان الربيعيه او الصيفيه ان شاء الله. عاودت لك هذا السؤال غير حيتاش كاين بزاف ديال شويه ديال الالحاح في التعليقات. تفضل استاذ. مرحبا، فغادي نطلب اولا من احد السفراء او دراسه انهم يتقاسموا مع الاساتذه الاستماره ديال التسجيل في الفوج الرابع، وذلك يعني كابداء للرغبه الاوليه في الاستفاده من هذا الدبلوم. فهذه اول خطوه، يعني التسجيل في يعني ملء الاستماره، عفوا ملء الاستماره، ثم غادي ينتظروا انهم غادي يتواصلوا معهم. من ملأ الاستماره سيتم التواصل معه لامداده بكل التفاصيل اللازمه. نعم استاذي، هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هي التواصل. الخطوه الثالثه إن شاء الله نطلب من الأساتذة أنهم يتفاعلوا وباش أنهم يحصلوا على جميع التفاصيل اللي باغينها، سواء اللي باغين يشاركوا نعم سواء اللي باغين يشاركوا يعني في الاستفادة يعني من الدبلوم، وبالتالي كيخول لهم أنهم يشاركوا معنا بإذن الله في النسخة القادمة من المخيم التدريبي للمدرس الرقمي المتمكن ان شاء الله. نتمنى التوفيق. وكاين مجموعه تبارك الله ديال السفراء والسفيرات اللي هما حاضرين معنا في الخفاء، كاين سهام الخلوفي، حكمه صافيوت، وكذلك نادية الساهل، تقاسموا التجربه او تقاسموا عفوا الرابط ديال التسجيل من اجل الحصول على دبلوم المدرس الرقمي المتمكن، وبالتالي الامكانيه ديال المشاركه في المخيم. أستاذة مريم، كآخر سؤال إن شاء الله نختموا به هذا اللقاء، على أمل إن شاء الله تكون عندنا لقاءات أخرى معكم، ودائما كنشجعكم وكنشجعوا مثل هكذا مبادرات اللي كتعطي حقيقة صورة جد 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 مشرفة على الأساتذة والأستاذات ديال المغرب. ما هي الأنشطة القادمة لكم كجمعية؟ فبالنسبة للأنشطة القادمة هناك نشاطين نعم هناك نشاطين أساسيين. هناك الملتقى الرابع للتأطير والتعليم الرقمي، ثم هناك النسخة الربيعية للمخيم المدرس الرقمي المتمكن، وثم من بعدها غادي تكون إن شاء الله النسخة الصيفية بإذن الله. فأصيلا نيت عنا إن شاء الله وننتظر. الى رحبت بنا مرحبا. مرحبا دكتور، مرحبا، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. اذا استاذ مريم، فكانت اسمح لي استاذي، فكان مخيم تدريبي الاول للمدرس الرقمي المتمكن، فكان اول تجربه، ولذلك يعني تم اختيار مدينة أصيلة، لأن الحمد لله تم الأمور ميسرة ولله الحمد، وما كرهناش يعني نعاودوا مرة أخرى. بالزخم الثقافي ديالها، هي مدينة ثقافية بامتياز، يعني تنبض ثقافة ويعني قراءة، مليئة بالمكتبات، مليئة حتى الأزقة والأحياء ديالها مليئة باللوحات التشكيلية إلى آخره. وهذه مناسبة طبعا لمن لم يزور المدينة لي يزورها، وما غاديش يندم إن شاء الله. إذن أستاذة مريم المرح، أذكر أنكم رئيسة الأكاديمية المغربية للتأطير والتعليم الرقمي، أنتم أيضا أستاذة للتعليم الثانوي الإعدادي بالمديرية الإقليمية الفداء درب السلطان بمدينة دار البيضاء. شكرا قبول الدعوة، أولا على دعوتي لحضور الحفل الختامي للمخيم، وعلى قبول الدعوة ديالي عاوتاني في الضيوف بشكل مباشر معنا في هذا اللقاء والحضور معنا على صفحة إيدوكافانت كارت. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم أيضا لكل من تابع هذا اللقاء. أذكر أنه يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الهاتفي
الصحاس ايدو 24 06 38 89 06 11، البريد الالكتروني contact@educa4@gmail.com. غادي استقبل رسائلكم عبر الواتساب زميلي سي حسن، وايضا يمكن متابعه تسجيل اللقاء قريبا ان شاء الله على قناه اليوتيوب educa4 channel. بهذا نكون قد وصلنا الى اختتام هذا اللقاء، اشكركم جزيل الشكر على متابعتي، ونلتقي ان شاء الله في فرصه قادمه باذن الله. الى اللقاء.